اهلا بيكم معانا مع الدكتور طارق عبد الحميد في النقاط السريعه اللي بنقولها في الكونتينوس ميديكال ايديوكيشن بروجرام. هنا الامينو جلايكوزايدز كادويه كانتيبيوتكس بتستخدم، الجنتامايسين والحاجات دي والستريبتومايسين بتستخدم في كونديشنز كتيره كانفكشنز. كتير قوي ممكن نواجه عيانين اوبيز. الاوبيز بيشنتس هنا يقول لك الامينو جلايكوزايد شود بي دوز، يعني تدجست الدوز بتاعتها according to their ideal body weight for height، مش بالويت بتاعه الحالي، لان الويت بتاعه الحالي ده مليان فات. الامينو جلايكوزايدز مش هيروح جوه الفات، وبالتالي حسابات الادجستمنت بتاع الدواء يفضل نشوف الهايت ايه ونحسب الايديال بودي ويت وندي الادجست الدوز على الايديال بودي ويت بير هايت، مش على الويت التوتال بتاع العيان، لان ده كله فات، يعني حساب هيبقى غلط يعني. فيقول لك ايه في الاوبيس بيشنتس الامينو جلايكوزايدز الجنتامايسين الى اخره شود بي دوزد اكوردنج تو ذير ايديال بودي ويت فور هايت راذر ذان ذير اكتشوال ايه بودي ويت راذر ذان ذير تو بريفنت اكسسيف ايه دوزنج. يبقى انا عندي هنا اهوت يوم ما بدي الجنتامايسين او بعض انواع الامينو جلايكوزايدز اخد بالي ان تتحسب على الايديال بودي ويت في الهايت ده راذر ذان الاكشوال بودي ويت، لان الاوبيستي العاليه بالذات لو العيان اوبيز هذه هتديني ميس كالكوليشن واضطر ازود الجرعه، ما هو الويت كتير وتفاجئ العيان دخلته في توكسيستي، فهي خطورتها كده. وبعضها ممكن اوتو توكسيستي ايرريفرسبل دامج للنيرف سيلز هنا اهوت، في العيان يطرش بسبب غلطه زي كده. فالاوبيز بيشنتس لا ياخدوا امينو جلايكوزايدز، بكررها اهو عشان بس محدش يقول نسيتها، اوبيس بيشنت هياخد امينو جلايكوزايد، يبقى ناخد نعمل حساباتنا ايه، نحسب الجرعه على الايديال بودي ويت مش الاكشوال بودي ويت بتاعه، ها الايديال بودي ويت بير هايت نقدر نقيس، مش ها زي ما قلنا، لان ده هيخلينا نافويد ايه اكسسيف او اوفر دوزنج. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله.